السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة التطبيقات للهواتف الذكية باستخدام اللغة الجميلة دارت وباستخدام الأداة الرائعة فلاتر. والنهاردة هنعمل مشروع جديد، ورك شوب جديدة، فخليكوا معانا. انا وانا يعني بتفرج كده اهوت، لقيت ديزاين حلو كده اهوت، اللي هو دوت، قلت اجيبه لكم وننفذه سوا. الديزاين ده عبارة عن ديزاين عادي جدا لتطبيق بتطلب فيه اكل من الريستورانت، فقدامك الديشز اهيت، لو اخترت اي واحد، شايف الحركة ديت، لو دوست كده بيتحرك كأن الطبق يعني بيتقى بينزل قدامك، تحس ان هو حركة فيها لولبية شوية. ماشي، تخش جوه ممكن تختار موديفايرز على الايتم دوت او على الصنف دوت، حاجات تانية زيادة، ممكن يبقى هاي لو ميديم بتاع، والكوانتيتي باتون هنا، والبرايس بتاعه ممكن تضيفه في السلة بتاعتك. الديزاين ده سهل جدا، احنا هنعمله سوا على القناة. كل المطلوب منك انك تمشي معايا خطوة بخطوة، وكل محاضرة هتلاقي الكود بتاعها بعد ما بنخلصها موجودة في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. والناس اللي مش بتلاقي الكود، هو انت لو انت عملت سكرول داون كده في الديسكريبشن بوكس هتلاقي في حاجة للوصول الى الاكواد، هتدوس عليها هتفتح لك صفحة المدونة، هتختار رقم الحلقة اللي احنا شغالين فيها، وفي الحالة ديت هتلاقيك اتنقلت على موقع جيت هاب واللي فيه الكود بتاعنا، وتقدر تتصفح الكود اونلاين عادي مفيش مشاكل خالص. بالنسبة للناس اللي بتسأل احنا هنوصل لفين، احنا نوصل ان احنا نعمل تطبيقات احترافية مع بعض. دي اول فكرة ورك شوب، هو تصميم تنفيذ الديزاين دوت. بعد كده ممكن ننتقل على ورك شوبس تانية، لو حابين تختاروا انتوا الورك شوب او مواضيعها سيبوها في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو، اكتبوا لي الله احنا عاوزين الموضوع كذا وكذا 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 وكذا، وانا هلم المواضيع دي كلها ونشتغل فيها. في النهاية أصحاب أكبر مجموعة آراء هم اللي هنمشي كلامهم. يعني لو ناس كتير عاوزين مثلا تطبيق للريستورانت، مثلا نعمل تطبيق للريستورانت، ناس عاوزين تطبيق مثلا لتصليح حاجات، whatever، يعني التطبيق اللي الناس أغلبهم هتختاره هو اللي هننفذه، هيبقى في أغلبية في الاختيارات. يعني طريقة المشاركة ازاي؟ انك تسيب رأيك بس في الكومنتس بوكس في الكورس وفي المحتوى اللي عاوز يتقدم في المستقبل وبس كده، وانا بقدر اعرف مين عايز ايه وبعمل زي ما الناس عايزة. في النهاية الحلقة الجاية هنبدأ فيها نكتب الكود بتاع الديزاين دوت، فأتمنى للجميع التوفيق، ويا ريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تنساش تضغط على علامة الجرس اللي تحت الفيديو عشان يوصلك الإشعارات الجديدة بتاعت الفيديوهات بتاعتنا. أتمنى للجميع التوفيق، وكان معكم المبرمج أحمد محمدي، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.